إياك يا من تزني مع الحيوانات وقد غضب الله عز وجل وهو يراك، ألم تعلم أن هذا الأمر خبيث وأن فاعله ملعون؟ فكيف تزني مطلقا فضلا عن أن تزني مع حيوان أصم وأنت إنسان عاقل؟ جعل الله عز وجل الكون مسخرا لك، فأين عقلك من هذه الفعلة الخبيثة والفطرة المنتكسة؟ وفي دين الله عز وجل إن إتيان البهائم كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية من أقبح المعاصي. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فكيف يا عبد الله يا مسلم، أعطاك الله عز وجل العقل لتميز الأمور وتعلم أن الحيوانات قد خلقها الله جل جلاله لتسبح له وأنها مسخرة لخدمة الإنسان، فكيف تزني بها؟ فهل تعلم أنك ملعون من الله تعالى ومطرود من رحمته لفعلتك تلك؟ كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من زنى مع حيوان فإنه يقتل وتقتل البهيمة التي أتى بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تخوم الأرض، ملعون من كمها أعمى عن طريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بقتل البهيمة حتى لا تنجب إنسانا بعد أن يزني بها الرجل. فهل تخيلت يا مسلم أن تزني مع حيوان وينجب طفلا أو إنسانا؟ فهل تعلم أنك قد قمت بتغيير الفطرة الكونية التي خلق الله عز وجل الكون بها؟ فكيف تقابل الله عز وجل بعد أن تقوم بهذه الفعلة الشنيعة؟ قال ابن قدامة رحمه الله: واختلف في علة قتلها، فقيل إنما قتلت لئلا يعير فاعلها ويذكر برؤيتها. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بال البهيمة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يقال هذه وهذه، وقيل لئلا تلد خلقا مشوها، وقيل لئلا تؤكل. وإليه أشار ابن عباس رضي الله عنهما في تعليله. فالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس بستر فروج البهائم لأنه لا يميل إليها أحد من العقلاء، وإنما يشتهي ذلك من سفه نفسه، وهذا الفعل يستوجب عقوبة لصاحبه. وقد اختلف أهل العلم في حد من أتى بهيمة، فذهب بعضهم إلى إقامة حد الزنا عليه، وذهب بعضهم إلى أنه يعزر تعزيرا يردعه وذلك باجتهاد الحاكم، وذهب بعضهم إلى أنه يقتل مطلقا. ولكن قيل الراجح وهو مذهب الجمهور أنه لا حد على من أتى بهيمة، لكنه يعزر تعزيرا يردعه، وذلك لما رواه الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. ولكن قال ابن قدامة: اختلفت الرواية عن أحمد في الذي يأتي البهيمة، فروي عنه أنه يعزر ولا حد عليه، والرواية الثانية حكمه حكم اللائط سواء. وقال الحسن: حده حد الزاني. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: يقتل هو والبهيمة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على بهيمة فقتلوه واقتلوا البهيمة. واختلف العلماء في العقوبة الدنيوية لفاعل هذه الجريمة، فذهب الجمهور إلى أنه يستحق التعزير، وذهب بعضهم إلى وجوب حد الزنا عليه فيجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان ثيبا، وذهب بعضهم إلى قتله بكل حال وقتل البهيمة. لذلك فمن قام بهذه الفعلة يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، بأن يقلع عن الذنب وأن يندم على ما فعله، وأن يعزم على ألا يعود إليه مرة أخرى حتى يتوب الله تعالى عليه فيرضى عنه. قال الله عز وجل في سورة المائدة: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن،
ربنا ثبتنا على توحيدك وعلى سنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين.